السلام عليكم ورحمة الله. ماذيك أبدأ المقدمة فيه زي كذا؟ والله لا أبداها. بقول الصدق والله. والله بقول الصدق. والله ما ينفع الصراحة. والله لا حط هذا في المقطع. يا جماعة السلام عليكم. أنا شنق أحمد. صديقي ناصر. أنا ناصر. السلام عليكم. ياكل ورا ماله نفسي يقوم بيجلس معي شوي. بقول لكم اللي بقلبي صادق أنا مرة فيه. عندي مشكلتين. المشكلة الأولى مع برنامج. مو نفس البرنامج. لا لا. الناس اللي داخل البرنامج. والمشكلة الثانية في برنامج ثاني ما بقول اسمه الآن. ممكن خليه في مقطع ثاني. طيب أنا إلى الآن هادي جايب قهوتي معي مروق ما أبغى الضغط عندي يوصل مليار. طيب في بعضكم بيقولي يا أحمد وش البرنامج هذا اللي ضغط؟ أنا إيش قاعد أسولف؟ في العنوان واضح. التيك توك. التيك توك يا جماعة الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مكبر الشاشة قاعد يشوف مقطع مقهور منه. والله قاعد يقهر من المقطع اللي يشوف المقطع اللي يقهر. طيب. يعني الشاشة الله يعينك الله يعينك على. المقطع والله صراحة تعب والله تعب ما بطلع هذا بطلع تعبت نفسيته هو قاعد يناظر قبل شوي قاعد يفضفض لي مسكين يا شباب طيب. حطوا له لايك حطوا طيب. لي 600 يا اخوان ايوه مسكين والله نسيت اني ما قلت لهم حطوا لايك واشتراك نسيت من القهر فاصل اعلاني اعزائي المشاهدين وهذا المقطع برعاية براول ستار براول ستار الاغلب يعرفها لعبة مجانية على جميع المنصات تقدر تحملها يا احمد انت بشغل امنا الفتره الاخيره كلها العاب جوال يا جماعه في شيء احسن من المجان هي لعبه بي في بي 3-3 تدخلون جيم انت ضد بعض تلعبها مع اخوياك تلعبها لحالك اللي يريح طبعا يا جماعه الخير انا عندي حساب اوريدي مسويه هذا هو طاهر امامكم بالشاشه هاشتاج ضيفوني ممكن العب مع بعض اذا انا فاضي صحيح اني سوح باللعبه لكن مو مشكله الالعاب اللي زي هذه سهله تتعلمها بسرعه المهم يا جماعه اللعبه فيها ابطال تقدر تختار البطل اللي انت تبغاه وتحدده غير كذا انهم منزلين طور جديد الطور هذا اسمه جمع الجواهر وموجود الان تقدر تلعبه وايضا اعيد واقول الباتل باس في اللعبه موجود ايضا تقدر تشحن عن طريق المتجر عندهم متجر تقدر تشحن منه جواهر تشتري الباتل باس تشتري لك سكنات شخصيات الى اخره وعلى فكره تراني مسوي فريق يا جماعه ظاهر امامكم اللي يبغى يدخل يعني ممكن نجمع مع بعض ونسوي لنا ستوكس بي ايضا في اللعبه هذه المهم راح ناخذ جيم على السريع كذا وابغى انوه على نقطه مهمه يا جماعه اللعبه مره سهله ما يبغى لها اي فلسفه تعال انت واخوياك ادخلوا العبوا صدقني بتستمتعون طيب انا معاي اثنين معاي ستار ورويا كينج اتوقع انهم جانب ذولي تكفى بموت من البدايه تكفى بموت الحمد لله بيفتها طيب بسوي لكم تحدي واتحداكم انتم فيه جربوا تلعبون يا جماعه الخير وانتم حاطين الجوال بهذا الشكل سيدة شوف كيف اللعب تصدقون اني بديت اكنسل موضوع التحدي هذا لاني ما ادري الايم وين يا جماعه هذا واحد قدامي بيشقني لاني انا قلب الجوال الان بس بحاول اثنين على واحد كرة تغلب الجماعه صح؟ لا والله شقيته خوي عززني وشقيت نعم المهم يا جماعه الخير عشان ما اطول عليكم روابط تحميل اللعبه تحصلونها بالوصف حملوها جربوها صدقوني بتستمتعون الله يعطيكم العافيه مشاهده ممتعه وكملوا المقطع شكرا لكم احب طيب اول شيء حاب اقول لكم يا جماعه هذا النوع من المقاطع بيكون مقاطع شاطحه بين فتره وفتره ممكن نسويه اللي فيه ايش اللي افضفض مع متابعيني اقول لكم اللي بقلبي وانتم تكتبوا لي اللي بقلبكم تحت بالكومنتات ممتاز ممتاز اول شيء نبغى نحترم حاجه واحده ان هذا رايي ضد راي اي شخص اخر ممكن انت تايدني ممكن تكون ضدي في النهايه احنا ايش عندنا اراء حلو يا سلام استاذ ناصر استاذ ناصر قرب جنبي هنا ايش رايك الان بعيدا عن اي شيء احنا بنتناقش يا جماعه الخير اول شيء انا فاتح قدامي الان تيك توك لكن ايش على البي سي تمام بتصبح بعد شوي بنتكلم عن كذا نقطه انا بقول لك شيء اللي قهرني اول شيء بالعافيه تفضل الله يعافيك يا جماعه الخير البرنامج هذا هو برنامج تقدر تستخدمه بشكل اسطوري النشر فيه رهيب جدا لكن الناس اللي قاعده فيه تطلع بشكل يا اخي عادي يعني الناس يطلعون يهينون نفسهم عشان ياخذون ارقام يا اخي هذه النقطة اللي انا ابي اقولها عشان اطلع ارقام قسما اسمعوني يا جماعة الخير فانا بالنسبة لي يا احمد الشيء الاول اللي مرة مزعلني يا جماعة ان البرنامج نفسه عدد الجمهور اللي فيه صغار بالعمر كبير مرة لكن المحتوى اللي قاعد يطلع لي هو ما ادري انا بس او لا لكن اكثر من شخص دخلت اتفرج عنده يطلع لي نفس الشيء محتوى ما ينعرض او محتوى المفروض انه ما يكون الناس بنفس العمر هذا الناس تشتهر بطريقة تخليك تسب يا اخي ما ابغى اقول تسب اقسم بالله العظيم صدق يعني تسب يعني بعطيكم مثال والله هذا انا قدامكم ركزوا معي تمام شوف والله لو افتح من الجوال ما يكون نفس اللي قاعد طالع هنا انه فرق 180 درجة تمام ابغى افتح من الجوال طيب هذا ليش خذ 40000 لايك لانه والله العظيم
قهرك صح؟ اي والله مره. طيب والله قهرني ورب قهرك صح؟ ايه طيب شفتوا يا جماعه والله قهر يا والله قهر يا اذا انت تشوفني راعي المقطع والله انت العيني وراسي لا يخسي والله اني خرب الكعبه اني قد خسي خسي لا والله اني خسي والله ما ابغى مشاكل اقسم بالله اني خسي يا اخي والله ما ابغى مشاكل اني خسي وش اللي احمد ما لا قهر يا اخي لو اجي انا لو اجيك انا بقول لك طط خلاص ليش عطى عليك راسك خسي ها شفتوا يا جماعه الخير تبون اجرتكم بروح اكمل اكلي انا والله العظيم روح اكمل اكلي روح والله روح الله بكمل يقطع ام القهر تدرون ليش انا الشيء هذا مو عاجبني مره وانا ليش ماني فاتح حساب في التيك توك مع اني يا جماعه الخير لو اروح واكتب هاشتاج شا او نا جا شونك اكثر من 234 مليون مشاهده على هاشتاج شونك فوق 230 على هاشتاج شونك بونك خلونا نكمل واثبت لكم انا ان البرنامج والله العظيم انه حلو للناس اللي يعني يتعبون بمحتواهم مو للناس اللي ما ابغى اتكلم زياده خلينا نشوف طيب شوف صاحبي في العمل صاحبي في العمل موت بنات ساعدوني ابي سحر يزوجني فيه والله قدام عينكم قاعد انزل روش القهر والله العظيم ان القهر انه ما في كلمات اقدر اقولها تبرد خاطري والله العظيم يعني اللهم الغبنة يا القهر رامي ليبان ولا شيء بلور كل شيء بلور كل شيء ابغى حاجة حلوة ابغى حاجة حلوة تكفون كنت منقبة تحررت يا جماعة مصور رجلة حاط 25,000 لايك مصور رجلة حاط 25,000 جايب 25,000 لايك طبعا هو في هدف ورسالة من الفكرة هذه بس بغض النظر يعني يا اخي ليش كذا ليش طيب بجرب شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسوي حساب ممتاز بسوي زيه بشوف كم بوصل وبيكون الحساب الوحيد لي اي حساب ثاني مهما كان هذا مو بانا وبانزل نفس البوست حقه بالضبط وباوريكم قديش يا جماعه الخير ان البرنامج هذا احمد لو سبيته بيرفع عليك قضيه مش لا برنامج كويس المهم يا اخوان انا ما عندي اي حساب في التيك توك الحساب اللي بفتح الان هو الحساب الوحيد لكن ما راح اتفاعل فيه يعني بيكون فقط ممكن انزل فيه الكود بس الكود بس 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 الكود ما انزل فيه شيء ثاني وبسمي الحساب شونج اكس بونج واي تي فقط ما فيه اي شخص غير هذا الحساب فقط هذا الحساب الوحيد بسم الله ما مداني اسويه ما مداني والله ما مداني على طول انت ديتي بوجهي طيب سوينا الحساب حقنا دقيقه وين راح كيف ادخل عليه اي هذا هو دقيقة طيب يا جماعة في اللحظة اللي بتشوف فيها المقطع هذا في اللحظة هذه تمام بنزل بوست واحد وشوفوه سووا لي زي ما سويتوا هذاك اللي صور رجله والله لو ما تسووا لي زيه ها بشوف كم بنوصل لايكات اعيد واكرر يا جماعة الخير الغرض مو اني اروح وانزل الله يوفقهم الناس لكن انا ماني من الناس اللي احب البرنامج انزل فيه هذا بالذات ممكن مستقبلا ما ادري اغير رايي ونبدا كلنا نغير مع بعض يكون في محتوى ممتاز سجل الدخول لحقين يوتيوب اللي يسجلون دخول في التيك توك ترى تيك توك على اليوتيوب بينهم تاتش لا امزح وقف المقطع روح شوف تعال ها وقح يا ابن الوقح يا احمر يا ابن الحمر يا فتال يا ابن الفتال تمشي صوري من كل تلفوني وقح يا ابن الوقح يا احمر يا ابن الحمر جد يا جد يا جد سعد سعد تكفى يا سعد سعد انا بشكلك همي شكيت الناصر باقي انت تفضل سعد انا قاعد اصور مقطع الان ريح عن التيك توك والله صدق حتى انت سعد تعبان حتى انت تعبان انت سير ناصر هو هناك في التيك توك وينزل وبيتوثق قريب ناصر ليش تساله لانه زعلان هو زعلان هو هناك ليه نصحته انا والله ايوه ناصر عقل ما عاد صار يا اخي بالله انت ايش قلت عنه قاعدين نتكلم سعد اقسم بعز لاني قاعد الان لي يمكن نص ساعه ادور مقطع حلو اقول ماشي ما اسمع ايش تقول جده هذه يا فتال يا ابن الفتال تمشي صوري بكل تلفوني انا الله ما اقدر احطه باليوتيوب والله ما ينعرض اليوتيوب هذا يا جماعه ما ينعرض مو حلو والله مو حلو رب الكعبه مره دروني من توقعي الشخصي في المشكله طبعا يا جماعه في بعضهم بيقول لا يا احمد انت بيطلع لك الاشياء اللي تبحث عنها يا جماعه البحث عندي قدام عينكم الشيء الوحيد اللي بحث عنه شونك غير كذا انا ما عندي حساب هذا ما في حساب شوفوا صفحتي ما في انشاء حساب
فجديد. المشكله ان في اشياء تطلع على اكسبلور ما في اي احد يراقبها، يعني المفروض ما تطلع والله صدق. يعني اذا انا مستخدم جديد وما اعرف الناس المبدعين بالبرنامج، ما اظلمكم يا جماعه، في كثار والله العظيم منهم اساطير محتواهم حلو يطلعوا لي احيانا، لكن الاشياء اللي تطلع اغلبها مستفزه بشكل انك تكره الشيء اللي انت قاعد طالعه. خلونا نكمل ونقول يا رب، نقول يا رب نشوف. يعني زي هذا، في حركة هنا، طلع وش سوى؟ في حركة، في شيء داخل. أقول لك 4 مليون لايك، معنا كثير بعد 4 مليون. العن أم وقار. أنا حاط عيني على ريم. أنا صاحب ريم. أنا إكس ريم. وأنا أخو ريم. مين ريم؟ مين هذول؟ ليه عندهم 20,000 لايك؟ والكومنتات شو تقول؟ وش ذا التفاعل ريوني؟ معكم ريم، أنا ريم وأنا ريم، ولا يهمك ولا يهمك. يعني زي هذا يا جماعة، هذا من الناس اللي والله إنه يستاهل كل شيء. يعني زي هذا يا جماعة، هذا من الناس اللي يا أخي ودك تعطيه لايك بس ما عندك حساب يا أخي، والله العظيم صدق يا قلبي يا أخي. ليش أحمد؟ هذا مو محتوانا اليوم، مو بأكل قمل. يا قلبي ما شاء الله تبارك الله. يا قلبي تجنن. يا ربي الله يحفظها يا شيخ. الحمد لله مقطع شوي فتح النفسية، خلي الابتسامة تطلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تركي وكسكسس لارج. اليوم برويكم متعة الكورة. شوف هالوجه اللي هناك. الله لا يوفق ابليسك، الله يقطع شيطانك. ما هذا ما ادري، ما تقدر تقيمها. هذا هو سناب، شوف تصوير سناب فيه ضحكات في النص، لكن مقدمة يوتيوب ومنزله بتيك توك، فيعني هذا خارج التقييم. الله يقطعك هذا قرد، الله يقطعك القرد الزاحف. القرد الزاحف. ايوه جوي المقاطع هذه، جوي ورب الكعبة جوي. والله إلها جوي. هذا لا عطى الشايب حساب، خلنا نشوف حسابه. احسه زاحف دقيقه بالحساب، كوميدي مع شويه قصص. اهدافنا رسم الابتسام على الجميع. السلام عليكم من بطوله النصر. لا طبعا ما بطوله النصر يا جمهور النصر. توي استوعب، توي استوعب. اسمع وش قال هو. السلام عليكم من بطولة النصر. يا اخي الشايب هذا والله العظيم انه فنان، الله يطول بعمره ان شاء الله. يحيى عاد فريق التعاون عاد. نحمدك فريق التعاون. نعم. يا عيال يا اخي اقسم بالله ان اجيبهم مع علين، هذا انا وناصر باذن الله بعد 20 سنه. شيبان وطحوا على التيك توك خلاص ما فيه، الله يطول بعمارهم ان شاء الله. اوه ليش لايك اند فولو اف يو وانت مور. 7 مليون يبغون يكسر زياده، يا ساتر. Almighty push. طيب يا جماعة الخير، إلى هنا وصلنا لنهاية المقطع. أبي أقول كلمة أخيرة يا أخوان، لا أحد يشخصن المواضيع، الموضوع فقط وجهة رأي. ممكن تخالفني ممكن تكون معاي، لكن في النهاية كلنا هدفنا واحد، إحنا نطلع محتوى نظيف ويرضي الجميع. صلوا على نبينا محمد، أتمنى إني ما أسأت لأي أحد. وإذا تبون ننزل محتوى ثاني لنفس الموضوع هذا، واكتبوا لي حسابات أشخاص مبدعين بالتيك توك، خلونا نسوي ردة فعل عليهم ونتابعهم ونستمتع جميعا. الله يعطيكم العافية، صلوا على نبينا محمد، تنسى اللايك والاشتراك، شكرا. جيش السواحات نسعى خلف القمة، وأكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة أكثر نكبر. شونج إكس بونج
معلم في ضحكتكم يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاهد الظهري في جمهوري اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية